النهاردة الساعة 11 بالليل بعد الشغل، كان بقالي كذا يوم ما رسمتش حاجة، فقررت النهاردة ان انا اجرب الالوان الجديدة اللي جبتها من شمنكي. دي العلبة، ورسمت بيها القطة المزرعة. استعملت الجرين واستعملت الانجليش ريد علشان القصرية، واستعملت السيبيا براون علشان القطة وعلشان درجة الغامقة في القصرية، واستعملت لون اكريليك ابيض علشان النقط البيضة في جدر الشوك. قلم يوني بن رفيع 0.1، وراوند براش نمبر 12 وراوند براش نمبر 4 من سيلفر بلاك فيلفت. هبدأ دلوقتي تايم لابس سبيد بينتينج فيديو من أول ما بدأتها لحد ما بقيت دي النتيجة. We'll be right back.